الضربة الثانية الزيايا يتمكن من المراوغة ومن التسديد، إنها الإصابة الثانية في الدقيقة 33 والفرحة العارمة في المدرجات، هدفين مقابل صفر لمصلحة وفا قصيف أمام مولودية العلبة. هدف كان جميل ورائع. الزيايا وتحية للجمهور الغفير الحاضر، تبادل للتحية بين الزيايا. شوف الكرة مشات من الوسط والزيايا والحاج عيسى تمويه، والزيايا المراوغة يتمكن من الانفلات والتسديد ويتمكن من الإصابة الثانية. كانت ملعوبة كما ينبغي بين الموشية حاج عيسى والمراوغة الجسمانية والزيايا وتسديدة أرضية لم يترك أي حظ على إثر